هل سبق لك وأن بدأت بالشك بأن بعض من أصدقائك المقربين ينظرون إليك بعين الغيرة والحسد؟ حسناً، سنقوم في هذا الفيديو بكشف حقيقتهم بالإضافة إلى تبيان الأساليب الصحيحة للتعامل معهم. تابع معنا الفيديو لتتعرف على العلامات المخفية للغيرة والحسد. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تقوم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة بالإضافة لتفعيل زر الجرس. هيا بنا نبدأ. تسع علامات تكشف لك الأشخاص الذين يغارون منك سراً. العلامة الأولى، ينشر عنك الإشاعات. إن كانت هناك بعض الشائعات السيئة التي قد بدأت بالانتشار مؤخراً، فهناك احتمال كبير جداً بأن من قام بنشرها هو شخص لا شك بأنه يغار منك. وعلى الرغم من أنك لم تقم بإيذاء أحد أو خوض جدال مع أحدهم، ومع ذلك فإنك تستمر بسماع تلك الشائعات الملفقة عنك، فلماذا يقوم بفعل ذلك؟ الجواب بكل بساطة هو أنهم يرون فيك شخصاً ناجحاً لا يمكن تقليده أو الوصول إليه، ولأنهم يرون فيك ذاك التميز والعبقرية والسعادة التي تملأ حياتك، سيسعون جاهدين لمحاولة إحباطك ووضع حد لنجاحاتك المتواصلة. وأفضل وسيلة للقيام بذلك هي نشر الأكاذيب والإشاعات الملفقة عنك كي تسوء حياتك، وبالتالي يشعرون بشكل أفضل حول حياتهم البائسة أصلاً. العلامة الثانية، يقوم بانتقادك. إن كان الشخص يغار منك فلن يقوم بالحديث عنك بالسوء خلف ظهرك وحسب، بل إن البعض منهم يمتلك الجرأة للقيام بذلك في وجهك، وذلك من خلال انتقادك كلما سنحت له الفرصة للقيام بذلك. وكي تميز النقد الفعال الذي يكون الغرض منه هو النصح والإرشاد من النقد المدمر لعزيمتك، انتبه للشخص إن كان يقوم بنقدك من دون أن يلحق ذلك بالحجج أو الدليل على أنك كنت فعلا على خطأ، أو حتى من دون أن يختم نقده بكلام يرفع من معنوياتك ويشجعك فيه على عدم ارتكاب ذلك الخطأ مجددا، فذلك الشخص وبكل تأكيد هو تجسيد مثالي للشخص الغيور منك. العلامة الثالثة، التنافس معك. لعل صفة التنافس وحب الانتصار خلقت مع بعض الأشخاص وترسخت بداخلهم، فمن الطبيعي أن تجد بعض الأشخاص من حولك يتنافسون في الامتحانات أو حتى على الوظائف الجيدة، لكن البعض منهم سوف يأخذ ذلك التنافس إلى مرحلة أخرى، وهم الأشخاص الذين يغارون منك ويكرهونك. هؤلاء الأصدقاء لربما سيسعون للتنافس معك على أشياء لا يرغبون بها حقا، وإنما فقط لمنعك من الحصول عليها. على سبيل المثال، إن شعروا بأنك أبديت إعجابك بفتاة ما، سيقومون بالاقتراب منها والوقوع في حبها فقط كي لا تحصل عليها، أو سيقومون بشراء قطعة الثياب التي قلت لهم بأنك أحببتها. وقس على ذلك الكثير من التصرفات التي لا تدل على شيء سوى أن غيرتهم منك لهي غيرة قاتلة. العلامة الرابعة، يقوم بإحراجك عمدا. على سبيل المثال، دعنا نفترض أنك قمت بنشر صورة رائعة لك على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. قام معظم أصدقائك بترك تعليقات جميلة تظهر لك كم إن الصورة نالت إعجابهم وكم أنك تبدو في غاية الأناقة والجمال، ولكن الأمور لا تسير دائما على أفضل حال، لأنه سرعان ما تتفاجأ بتعليق تشعر بأن الهدف منه هو السخرية والنيل منك بأسلوب دنيء وذكي في آن معا. فذاك الشخص لم يتحمل رؤية التعليقات الإيجابية عنك، مما دفعه للسخرية والنيل منك كي يشعر بالرضا حول ذاته. عليك أن تحذر جيدا من تلك النوعية من الأصدقاء،
فتصرفاتهم تلك هي خير دليل على رغبتهم بإفشالك وتشويه صورتك، وهم الفئة الأكثر غيرة من بين الجميع. العلامة الخامسة، يقوم بتجاهلك. نعم، سيقوم صديقك الغيور بفعل ذلك، كأن يتناسى موعدا مشتركا بينكما، أو أن لا يجيب على اتصالك ولن يعاود الاتصال بك لاحقا حتى. لنكن صريحين، هذا الشخص يرى فيك الإنسان المثالي وأنك تملك الصفات التي يحلم هو بها، لذلك فإن غيرته منك ستجعله يبتعد عنك لفترة وينسحب قليلا كي لا يقوم بتذكر تعاسته في كل مرة يراك فيها. العلامة السادسة، لن يقوم بمساعدتك. جميعنا نلجأ إلى الأهل والأصدقاء عندما تشتد علينا المصاعب والمحن، ونتوقع منهم أن يقوموا بمد يد العون والمساعدة. كيف لا؟ فهم أقرب الناس إلينا وثقتنا بهم عالية جدا. لكن هل كل الأشخاص الذين توقعنا منهم المساعدة قاموا حقا بتقديمها؟ بالطبع لا، ولعل هذا التصرف هو خير دليل على أنهم يغارون منك، فكيف تتوقع منهم أن يقدمون لك يد العون؟ لذلك سيقومون باختلاق الحجج تلو الحجج للهروب من مشاكلك، فهم سعداء بحدوثها وقد طال انتظارهم لها. أو مثلا إن قمت بالحديث معهم عن بعض مشكلاتك، سوف يقومون بتغيير الموضوع لأنهم يرونها مشكلات بسيطة بالنسبة لمشكلاتهم وخلافاتهم المعقدة. العلامة السابعة، لن يدعوك لأي من مناسباته. إنك شخص اجتماعي ومحبوب، وبالتالي تواجدك في أي مكان برفقة الجميع سيجعل منك محط الاهتمام والأنظار، وهذا السبب كاف لكي يستبعدك الأشخاص الغيورون من حفلاتهم ومناسباتهم، لأنك بنظرهم ستسرق جميع الأضواء التي يرغبون بأن تسلط عليهم وتعد مصدر قلق بالنسبة إليهم. العلامة الثامنة، لن يفرح لفرحك. في المرة القادمة عندما تخبر أحد الأشخاص الذي ينتابك شعور بغيرته منك بأي خبر مفرح أو أي نجاح حققته مؤخرا، راقب ردة فعله عند سماعه ذلك. فإن قام برسم ابتسامة مزيفة وفارغة فقط ليريك بأنه سعيد لسماع ذلك الأمر، تأكد حينها بأنه لم يفرح لفرحك، بل أصابته نوبة من الغيرة أشد من أي وقت مضى. فالصديق الذي يحبك ويهتم لأمرك ستشعر بعمق ابتسامته ونظرات عيونه بأنه سعيد لسماع قصتك وصادق في إبداء مشاعره نحوها. العلامة الأخيرة، سيسعى لكسر عزيمتك. انتبه جيدا للشخص الذي يستعمل عبارات معينة ليقوم بإحباطك، كأن يبدأ حديثه معلقا على كلامك قائلا عدم المؤاخذة ولكن، أو لكي أكون صريحا معك كذا وكذا. فتلك العبارات هي بداية لحديث سوف يكسر معنوياتك من خلاله ويجعلك تشك في قدراتك، وحديث مليء بالسلبية النابعة من غيرته منك ومن نجاحاتك، وبذلك سيشعر هو بحال أفضل عند القيام بانتقادك. ومن إحدى وسائله المتبعة أيضاً هي التذكير ببعض الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، فعليك الحذر جيداً عند سماع تلك العبارات تخرج من أفواه البعض ممن حولك. بهذا أصدقائي متابعي قناة الساحر، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الفيديو الذي تحدثنا فيه عن العلامات المؤكدة للغيرة. أتمنى أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم. اكتبوا لنا في التعليقات عن العلامات الإضافية للأشخاص الغيورين بنظركم. شاهدوا المزيد من الفيديوهات المقترحة من قناة الساحر، والتي تحتوي المزيد من الأسرار حول العلاقات وتحليل واكتشاف الشخصيات والتي تظهر أمامكم الآن على الشاشة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب، الفيسبوك وتويتر،
وفي الختام شكرا لكم على حسن المتابعة، أما أنا فأراكم في فيديو جديد. حتى ذاك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.